بتصير اكون اكون كبيرة و صاف اتوفي حاضر اريان انكي تعرفين قصتي. هل ستتوفين غدا؟ كيف تعرفين؟ لا تتكلم بنت صغيرة تستمعين على قصتي. في السنة 1125 ولدت في وادي الأردن في عاصمة عمان في الشمال الغرب قريب من الشمال قريب من الحديقة خوينا. مشيت إلى مدرسة مالك كل يوم ما عدا اليوم واحد. درست تاريخ ورياضيات لكن أحب لعب كرة القدم. أحب لعب كرة القدم أيضا. مع كلبتي أميليا إيرهارت نحن نلعب كرة القدم معظم اليوم ونفاز حيث نلبس الأسود والأبيض بسبب لون كلبتي. لعبت 8 سنوات حتى أخي توفي حيث هذه صديقها ألتقى مع رصيص بعد حفاظ مباراة كرة قدم. بعد ذلك لم ألعب كرة قدم. ذلك ليس سعيدا. تقول لي قصة سعيدة. أوكي. في عيد ميلاد 16 أنا وأمي وأبي زرنا إلى دول لبناني بسبب حفلتي. و ذهبنا إلى متاحف وتاريخ لبناني وأكلنا خبز مع زيت زيتون ولبن وحليب وفوكا وخضر ومكروني أيضا ودجاج. أخذنا صور كثيرا في مدينة بيروت. تعرفين أين بيروت؟ نعم، بيروت في غرب لبنان وتطل على البحر الأبيض المتوسط. هي عاصمة لبنان وزرع فيها حبوب وقطن وكشاف. وكلبتي أميليا إيرهارت تجاء من مدينة لبنان. لذلك أعرف لبنان وأعرف بيروت. تلميًا أعرف تعرف في مدينة بيروت. لكن تستمعي نحن لم شربنا الكحول أبدًا حتى ذلك اليوم. ثم قامت الثورة. ليس هناك ثورة في لبنان، هناك حرب الأهلية. لا تتكلمي بنت صغيرة. ذلك كان أطول الليل. أبي أريد الذهاب إلى الحدود. لذلك خرجنا البلاد وأحرار. لكونا أوتيل في الرئيس وتوفي. أبوك توفي؟
كيف خرجت من حرب الأهلية في لبنان؟ في ذلك الساعة قابلت جدك. هل سمعت اسمك؟ تسيد جدتي بعد أبيها توفي؟ نعم، تستمعي فصلنا. كنت ضابط كبير في الجيش الثورة، حيث رأيت جدتك وأمها في وسط الشارع. ركبت جملي كليهما وقلت لهما ركب جملي مائي. أخذنا بجمل إلى جانب أخر الأخوان وخذنا إلى تركيا. وماذا فعلتما في تركيا؟ سافرنا إلى مدينة إسطنبول وقبلنا أتاتورك. هو دفع الأجر الشهر الأول إلى أن حصلنا تذكرات قريبي إلى الولاية المتحدة الأمريكية. ولدت في الولاية المتحدة الأمريكية في ولاية دلوير. وصلتم في ولاية دلوير؟ وصلت محيط أطلسي. سقطت أمي في الماء ولم تصبح. Oh no! Yeah, هي توفى ولم أرى أمي أبدا. جئنا إلى إليس آيلاند وزرنا تمثل الحرية. مرة واحدة زرت التمثال الحرية مع صافي. فقدت صورة كثيرا واشتريت قميص لكلبتي أمير في إيرهارد ونقل الطعام الصيني. لم نقل طعام الصيني بسبب كننا فقير. لكننا انتقل إلى بوسطن حيث تجارنا شقة في مدينة سومرفيل ودرست الأدب الأمريكية في جامعة تافتس. أما أنا فعلت في مطعم لبناني وتزوجنا في الفصل الصيف في الجمعة. ولدت خمس وحيد من نحن يكون أبوك. أبي قال لي إنه سكن في بوسطن 13 سنة. هو كان يرسم صور لنهر تشارلز وأيضا كان يعزف الموسيقى تحت شبابي بنات في الليل. مرة واحد أبو بنت استيقظ حين أبوك كان يعزف الموسيقى. الأبو كان غدا وجرى بعد أبوك. ثم نحن انتقلنا إلى ولاية دلوير. ولاية دلوير عظيم. ولدت في ولاية دلوير و أسكن الآن في مدينة نيويورك. وفي مدينة نيويورك هناك نهر اسمه White Clay Creek وهناك جامعة، ولكن ليس هناك سلسلة جبال أو صحراء. أحب ولاية دلوير. كثيرة. نعم، هم تعرفين ولاية دلوير من فضلي. لأن كل عائلتي تسعى تسعى لأن
على و أرى ولاد في كل يوم. في يوم واحد أنا وصديقها مالكة نحضر العشاء. أحب طعمك. متى تطبخين مثل بنت؟ لا أعرف. ماكروني الطعامي المفضل. هل سوف تحضرين المكروني عشر عيد أو شكر غدا؟ وديك هبش عيدا؟ لا لا سوف توفي خالد. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Ho, ho, the mistletoe